ممكن اتعرف عليكي؟ انا معجب فيكي. لك لا ولو خليك جريء اكتر. شو فيها يعني؟ الا طيب، انا من زمان حابب احكي معك بس الحقيقة ما عندي الجرأة. لك لا، مو ما عندي جرأة، بخاف اني ازعجك. بعدين انت كتير مهضومة. لك ايه منيح هيك، يلا خلص قوم روح. الا يلا، يعني ما عندك مانع انه نحكي مع بعض مثلا؟ وعلى فكرة شكلك كتير بريء، تشبه الولاد الصغار. اي انا اسمي وليد. لا 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 لا، انا عن جد قصدي شريف، وبدي اخطبك والله العظيم. واذا بدك مستعد هلا اروح احكي مع اهلك. اذا حابب نكون اصدقاء بس كمان ما في مشكلة. على فكرة ثيابك حلوين. انت بالعادة شو بتسمعي موسيقى؟ عن اذنك اخي، تفضلي. يعني انا بحب فيروز. فيروز بتقول اللي ما فيك تقولي بالعادة. انت بتحبيها كمان؟ وما مبين بعيونك انك حساسة. يلا روح. لك روح قبل ما تروح هي. هي قوي شخصيتك هيك وروح. ألو عندي روح. عم تحكي مع شاب؟ من بلا أكيد مع شاب. الله، ايش بصير معي هيك أنا؟ معقول كون عم تحكي مع شاب؟ باي ماما. لا، قالت باي ماما. عم تحكي مع أم لك أجداد. إيه منيح الحمد لله. ليكي أنا والله العظيم والله العظيم ما بدي منك أي شيء، بس إذا بتخليني كل يوم إلك صباح الخير، يعني إذا شفتك بالكلية بس. عن إذنك حبيب، عن إذنك تفضلي. أوعك تفكري إنه أنا أزعر. أنا بالعموم بحب البساطة بالحياة، بحب الصدق. يعني بعتبر إنه ليش الواحد لا يخبي شيء جواته. نحن هلا مرحلة الجامعة، شيء طبيعي إنه الشاب يعجب ببنت ويحب يحكي معها يعني لازم واحد يعبر عن داخله. ولك إيه منيح هيك، يلا روح خليك جريء. ولك اتحرك. ممكن بس كلمة واحدة لو سمحتي؟ أنا اسمي وليد، وحضرتك شو اسمك؟ الحقيقة أنا متمني أحكي معك من زمان. أنت أجمل بنت بالعالم، بالتاريخ إذا بدك. عيونك، وهذا حقيقي، فيهم سحر الحضارة، سحر كل الحضارات. منيح؟ لك إيه منيح. أقول يا رب يا رب. مرحبا. نعم. ممكن أحكي معك كلمة؟ لا مو ممكن. حابب أحكي معك كلمة لو سمحتي. وأنا قلت لك مو ممكن. أنا عن جد ما رح ضايقك، بس إذا بتسمعيني شوي. يعني أنت ما عم تسمع؟ ما عم تفهم شو عم بحكي؟ عم قلك مو ممكن، ما بدي أحكي معك يا أخي، شغلة بالغصب يعني. طيب أنا آسف. مو معقول، مو طبيعي. شو هاد؟ طولي بالك، شو بدك تساوي؟ يعني إنه الواحد ما بيقدر يقعد بهالكلية شوي بس على راحته؟ يعني عندك كتير ناس هيك ما بيحترموا خصوصية الآخر. لا وشو قال بده يتعرف علي؟ إنه ممكن أحكي معك؟ يعني من وين لوين؟ إذا ما بيعرفني كيف بده يحكي معي؟ معلش معلش، هذا اسمه طيش شباب ومراهقة، وإنت حلوة كمان. شو عم تقري؟ كتاب عن التصوف. معلش حضرتك أي سنة؟ تانية. أنت؟ أنا ثالثة، بس راسب لي شي 20 سنة. دمك خفيف على فكرة. معلش يقعد؟ طبعا تفضل. حسام. رنا. أهلين. تعرفي كأنه شوب؟ تفوتي نشرب لنا فنجان قهوة هيك. أوكي تفضل.
يلا بلش بلش انت، انا تعبان. والله مو تعبان قدي، خلاص بلش انت، الله يوفقك يرحم امك. وانا الاسبوع الجاي انا ببلش. الاسبوع الماضي انا اللي بلشت. بلش انت اليوم، وانا الاسبوع الجاي وعد انا ببلش. طيب خلاص خلاص يا خلاص 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 شوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. الله معك. على حب النبي شو بيطلع من ايدك؟ الله يكرمك. الله يعطيك.
ماشي ماشي بحكي معي بحكي معي يلا اوكي باي باي يلا معي مع السلامة. مرحبا انا مقطوع ومضطر على 100 ليرة اذا في مجال تعطيني اياها صدقني بس لارجع دغري دغري برجع لك اياها اذا في مجال الله يوفقك يا رب والله مقطوع سرعة لو سمحت الله يسلم هديات يا رب الله يسلم هديات الله يعطيك العافية أكيد أكيد برجع لك إياها شكرا لك شكرا الله يعطيك الله يعطيك الله ربي يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك مال الله مال الله مال الله مال الله الله يعطيك مال الله الله يعطيك الله يعطيك